مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. عسلامة ومرحبا بكم على الحياة FM، إذاعة القيروان للصحة. رافقوكم كل صبحية اثنين من 10 متاع الصباح في برنامجكم مع الطبيب المختص، تسمعونا على 93.3. نقرب لكم رأي المختص ونجيب على تساؤلاتكم. حقيقة موضوع حصتنا اليوم كان برغبة العديد من المستمعين أولياء ومربين، نظرا لظاهرة العنف اللفظي والمادي اللي ورينا الروه برشا عند أطفالنا وعند المراهقين. من البديهي أن يكون الأباء يمثلون مثالا للطفل لبناء شخص بالغ مسؤول وقضاء مراهقة سليمة، ولكن كيف يكون ذلك؟ هل يكون بالحزم وضبط السلوك وعدم التساهل؟ هل يكون باستخدام القوة أو العقاب البدني، أم باتباع أسلوب الحوار والمفاوضة؟ نفس هذا المشكل يطرح اليوم في مؤسساتنا التربوية. ما هي مظاهر العنف؟ ما هي أسبابه وأثاره، وخاصة كيفية علاجه؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات تحضر معنا الدكتورة منال دردور، طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين. مرحبا بك دكتورة، وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك عفاف، ومرحبا بمستمعينا على الحياة فام. قبل ما نحكيو على العنف، خلينا نحكيو لو كنت فسرنا مراحل تكون شخصية الإنسان من الطفولة حتى البلوغ. به الحقيقة الإنسان بطبيعة يتعدى برشا مراحل نفسية في حياته. المرحلة الأولى نجم نسميها الطفولة الأولى أو الطفولة المبكرة، اللي هي العام الأولين. سهل برشا صغير العام الأولين مازال لاصق في الأم، دونك يحتاج لها بصفة كبيرة، وهذه زادة حاجة مهمة على الآخر، على خاطر ثم برشا ناس ما يعرفوش اللي الصغير في العمر هذاك راهو يحس ويفهم. حضور الأم هي حاجة ضرورية على الآخر في العمر هذايا، في الطفولة الأولى، على خاطر ثم برشا أبحاث توري اللي الصغير إذا كان افترق على الأم، راهو كنقول الأم راهو تنجم تكون الجدة، يعني الشخص اللي هو يعتني بالطفل. لازم الصغير يكون عنده شخص يغزله في عينيه، يلعب معاه، يحكي معاه، على خاطر إذا كان الشخص هذا ما كانش موجود أو إذا كان افترق على أمه، فإنه ينجم يوصل اضطرابات نفسية كبيرة على الآخر. هنا نحكي على الافتراق، مش متاع النهار، مش متاع الأم اللي تمشي تخدم وتخلي صغيرها. نحكي لهنا اللي بعض الأمهات قد تضطر لأسباب معينة كون تفترق على صغيرها لمدة شهرين ثلاثة. تعرف ثم أمهات بحكم خدمتها تضطر للتنقل أو للسفر لمدة أشهر، ساعات لأسباب صحية. الأسباب تختلف زادة، تعرف ثم صغيرات ساعات الأم تكون الحاضرة الغائبة، يعني نفسيتها تعبة مكتئبة ما تحكيش مع صغيرها. شنو الأشكال؟ يقول قائل ثم برشا أبحاث ورات اللي الصغير كان ميشبعش بأمه في العمر ذاك ويفترق عليها لفترة طويلة، ينجم يكون عنده ما يسمى بالفرنسية اللي تخوبل دولة تشمو أو اضطرابات التعلق. وتم إثبات كونه برشا ناس عندهم نزعة كبيرة من العنف كي يكبروا، يسيغتو بالأخص للناس اللي هما مثلا لقد الله السفاحين، يعني لتيوغان سيغي، وناس اللي عندهم نزعة كبيرة للإجرام. هذوما ناس في أكثر الأوقات كانوا تعرضوا الاضطراب في التعلق، ما يسمى بالتخوب للتشمو في العامين الأولين، دونك نردوا بينهم ما نحقروش العامين هذوك. بعد العامين هذوك باش يبدا صغير بشويه بشويه ينفصل على امه، باش يبدا يكتشف اللي راهو ثم ناس اخرين، ثم ابوه، ثم العائله نعرفوا اي العائله مواصعه. دونك ما بين عام ونص وعامين باش يبدا الصغير يعيش مرحله ما يسمى الانفصال والتفرد، اللي هو باش يحاول يبني فيها شخصيته، مش نتعداو بعديك للطفوله الثانيه اللي هي بعد عمر العامين وقبل المراهقه، اللي هي المرحله اللي الصغير باش يكون يتمدرس فيها عاده. في الحقيقة الفترة هذيك هي أكثر فترة ممكن ما تقلقش برشا في الطفولة. بقى نرجع ما بين الطفولة الأولى والثانية، ثم بيريود يتعدوا به الصغيرات تسمى لافاز دو بوزيسيون أو مرحلة العناد، اللي نشوفوا الصغيرات بعمر عام ونص هكاك، عامين ثلاثة سنين، سيغتو الأولاد اللي يحب يعمل اللي يحب عليه، كان تقول له على حاجة ليه يتمد في القاعة ويبداو يسيحوا عيط. والفترة هذيك تشبه شويه لمرحله المراهقه اللي باش نحكيو عليها من بعد. دونك هي فتره صعيبه شويه سورتو عند الذكور اكثر من الاناث. علاش؟ على خاطر بيولوجيا الاولاد عندهم هرمون، الهرمون الذكوريه اللي تخليهم ممكن يميلوا اكثر للعنف في العمر هذاك، للعناد. بعديك باش تجي قلنا فتره الطفوله الثانيه اللي الصغير يولي اهدى حتى لنوصلوا لمرحله المراهقه.
واضح. فوالا دونك دكتوره العناد اللي لاحظوه في العمر هذيك هو عادي ولازمنا نتعاملوا معاه بطبيعه. بعد باش تفسر لنا كيفاش نتعاملوا معاه؟ هو عادي وحتى العنف في العمر هذيك عادي. دونك ما نجموش نحكيوا على عنف عند الطفل حق بصفه مرضيه عند صغير عمره ما بين عام ونص واربع سنين، على خاطر الفتره هذيك هي حاجه طبيعيه. احنا بعديك دور الولي اللي باش يفسر له الحدود نتاعو اللي راهو ما نعبروش بالعنف واللي العنف مرفوض به. بعد كي نوصلوا المرحله المراهقة، قبل كل شيء شنية هي مرحلة المراهقة؟ هي راهو الفترة الفاصلة ما بين الطفولة وسن الرشد. دونك شنو اللي ماركي الفترة هذه؟ هو البلوغ. دونك البلوغ هو اللي خلينا نتعداو من فترة الطفولة تدريجيا لنوصلوا لسن الرشد. حسب المنظمة العالمية للصحة تقول اللي العمر المراهقة هو تقريبا ما بين 10 سنين و 19 عام. تبقى في الحقيقة هو يبدأ عند البنات أبكر شوية، عند البنات 10-12 عام، عند الأولاد 12-14 عام، بما أنه البلوغ عند البنات أبكر. الفترة هذه هي مصحوبة بتغيرات جسمية وتغيرات فكرية وتغيرات بطبيعة بيولوجية. التغيرات البيولوجية تبدأ تقريبا عامين قبل البلوغ، يعني نلاحظوا كونه البنية والولاد يلاحظ كونه جسمه بدأ يتبدل دجا قبل بعامين كيكا يبدأ الجسم يتبدل حتى لنوصله للبلوغ. المرحلة هذية اللي قبل البلوغ تسمى لابخي أدوليسانس أو ما قبل المراهقة، اللي هي حتى هي فترة مش سهلة برشا على خاطر التغيرات النفسية تبدأ من وقتها، من وقتها نبدأ ونحسوا اللي صغيرنا بدأ يتبدل بي حتى لين بطبيعة نوصله للبلوغ بي. مهم على الاخر باش الناس الكل سواء اولياء او مربين يعرفوا باش تتميز فتره المراهقه، على خاطر الحقيقه اكثر معناها كي نشوفوا العنف المدرسي ونعرفوا اللي بطبيعه الاحصائيات الكل توري اللي هي ظاهره قاعده تتمادى، تبقى العنف المدرسي يهم اساسا المراهقين. يقول قايل علاش الظاهرة هذه تفاقمت؟ هذاك علاش لازم نفهموا خصوصيات مرحلة المراهقة، كيفاش يفكر المراهق باش نجموا نفهموه وباش نجموا نتفاداو العنف. أول حاجة المراهق راهو يفكر بطريقة مختلفة علينا احنا، هو يتعدى بمرحلة أخرى من الانفصال والتفرد، يحب يفرض استقلاليته وشخصيته، يحب يوري اللي هو يفكر بطريقة مختلفة على أم وبوه. هذاك علاش يولي ما عادش الأم والبوه هما القدوة، يعني إذا كان نرجع مثلا صغير عمره 5 و6 سنين، ماما وبابا الأم والأب هذوك كل شيء يقولوه صحيح، اللي يقولوا بابا وماما هذاك هو. بعد في المراهقة يولي يلوج المراهق على الصحبة خارج العائلة، يعني العلاقات ما عادش أم وبوه أصحابه أو العائلة، يولي يلوج على أصحاب البرا من العائلة، هو يلوج زيادة على الاختلاف. هذاك علاش راو برشا أولاد أو بنات يلبسوا بطريقة مختلفة، وهذا بطبيعة يعمل تصادم ساعات بين الآباء وحتى المربين بطبيعة والمراهقين. ثم ما يسمى بالفرنسية لكريز دوريجيناليتي جوفيني، اللي هما يتعداو بأزمة يحبوا يتفردوا فيها ويكونوا مختلفين ويبداو لبستهم مش كيما الآخرين، وهذا لازم نحترموه على خاطر لهنا أولياء أو مربين يعتبروا كونه من التربية اللي الصغير يجي مثلا الأولاد شعره مقصوص نصف سنتي اللي لبسته بمعايير هكا مضبوطة جدا، أما راهو ردوا بينا ما نبالغوش، خاطر كي نبالغوا في الحزم راهو ذاك يرجع بالمضرة على المراهق، لازم تعطيه مساحة من حرية في لبسته. ثم بتبيع ضوابط ما قلناش ليه، أما زيدا باش تكون خانق للحرية الشخصية واللبسة عند المراهقين راهو هذيك ينجم يخليهم يعملوا ردة فعل عكسية. دونك لازم نتفهموا هذا في حدود معينة. كيف يميل المراهق باش يقتدي بناس أخرين، سكون أبل إيدنتيفيكاسيون، يعني الاقتداء إذايا مثلا باش يقتدي بكوارجي بجوار الموضة توا لي انستغرامور لي انستغراموز داكور. دونك هذا مؤثر جدا الحقيقة على المراهقين. دونك هذوما أهم الحاجات، مع زادة حاجة مهمة اللي هي لا بريز دو ريسك، راهم يحبوا يجربوا،
يحبوا يجربوا. يعني الحاجه اللي انت تقول له رد بالك راهو هنا بير، رد بالك تحطيه فيه، ايبا انت راهو هنا باش تقول له بلغه اخرى راهو باش يجرب يرمي روحه فيه. خاطر المراهق تقول له امشي يمين يحب يمشي يسار، يحب يعكس ويحب يجرب الممنوع كما يقولوا كل ممنوع مرغوب. هذاك علاش راهو برشا يتيحوا في السلوكيات المحفوفه بالمخاطر كما تعرفوا الادمان زاده. دونك هذا الكل ناتج على تفكيرهم. واضح. ما نساوش حاجه اخرى مهمه تميز الاولاد على البنات، ثم اولاد يميلوا للاندفاعيه بحكم الهرمون يعني الذكوريه عندهم، يوليوا مندفعين برشا. اش معناها مندفع؟ مندفع يعني اكل خلايا في الدماغ اللي هي كيما الفرانات نتاع الكهرباء اللي تخلينا نخمو نتحكموا في صوتنا، نتحكموا في رده فعلنا، نتحكموا في كلامنا، نتحكموا في يدنا قبل ما نضرب بها. راهو علميا الخلايا ذيك مازالت مش ناضجه بالكدي عند المراهق، هذاك ما يفسر اندفاعيتهم وميلهم للعنف، وهنا بالذات عند الاولاد. دونك الاولاد بالذات يميلوا برشا الاندفاعيه في العمر هذاك، لازم تفهموهم كيفاش. مثلا راهو ساعات مراهق يبدا يصيح والولي يقول له تشبيك تصيح تشبيك تصيح، يقول له ليه نحكي بشويه، ايبان لازم تصدقوا خاطر بالحق هو مش واعي الا هو قاعد يصيح. دونك لاحظوا لهنا قداش نظلموا برشا مراهقين ويمشي بين اللي هما سامحني بين ظفرين ناقصين تربيه او من او سامحني معناها مش يحترموا في الكبار، اما ساعات راهو ثم حاجات هي لا اراديه عندهم لازم ياخذوها بعين الاعتبار. يعطيك الصحة دكتورة، والله معلومات مهمة برشا. معناها حسب ما فهمت التكوين النفسي والتكوين الجسدي للمراهق والصغير معناها لازمنا نحترموه، خاطر ممكن كما قلت الراو احنا حاجات وتصرفات تظهر لنا ما نقبلوهاش احنا ككبار سواء ولي والا مربي، ولكن هي تنجم تكون غير خارجة عن نطاقه ويتصرف فيها المراهق بدافع هرمونات وبدافع تغير في الجسد نتاعه. دكتورة ان هي شنو الفترات اللي تظهر فيها أكثر المشاكل؟ قلنا حسب ما فهمت العمر متاع الأربع سنين والعمر متاع المراهقة اللي هو الباساج ما بين سن الطفولة والبلوغ، فماشي أعمار أخرى لازمنا نردوا بالنا وكيفاش؟ بي الحقيقة هذوك أكثر أعمار صعاب شوية بالخاص عمر المراهقة. وثم معلومة مهمة على الأخر، احنا لاحظوا إذا كان الطفولة متاع الصغير تعديت لباس راهو في أغلب الأوقات المراهقة تتعدى لباس، وأغلب الصغار اللي يتعدوا بكريس كبيرة متاع مراهقة ومشاكل كبيرة سواء عنف أو اضطرابات نفسية كما الاكتئاب إلى آخره راهو هذايا الاكثر يصير على خاطر الطفوله ما تعداتش بالباهي. اش معناها الطفوله ما تعداتش بالباهي؟ يعني يا اما الصغير يكون ناقص حنان، احنا حكينا ديجا من العميل لينا لو تروبل دو لاتاشمون راهو مهم على الاخر. كونه انت كأم صغيرك في العامين ثلاثه الاولين مش توكل وتشرب وترمي غادي قدام التلفزه او الناس حتى اللي لبس عليهم، ثم امهات تلقاها تخلي صغير عند مراه تلهي بيه بطبيعه مش ديما مش تكون حنينه كأمه. دونك راهو العامين الثلاثة الأولين مهم الحضور متاع الأم، كوني تحكي مع الصغير تلعب معاه تضحك معاه ما تبعدش عليه الفترة كبيرة، يعني مش تبعد عليه متاع بضعة أيام أما راهو ردوا في بالنا على خاطر الأم كي تغيب برشا على صغيرها هذا يقلق على الأخر. أو زيدا الصغار اللي يتربيوا على برشا دين هذاك يأثر على الأخر راهو. دونك في فترة الطفولة هي مرآة المراهقة، بمعنى أنا نعطي مثال إذا كان غلطنا في تربية الصغير في الطفولة فإنه راهو باش نلقاو قنبلة موقوتة في المراهقة. مثلا أكثر غلطة يغلطوا فيها أولياءنا توا إلا هي الإفراط في الدلال، ماشي في بالهم اللي صغير عمره عامين ثلاثة ميستاهلش خلي يعمل اللي يحب وقت يحب مازال صغير توك يكبر ربي. لا الفترة اللي قلنا فيها هي متاع لوبوزيسيون عند الصغير وقتها هو تلقاه عمره مثلا ثلاثة سنين وتمشي به للمغازة ويحب يشري الحلوى والشوكولاتة وكذا وكذا وأنت تحشم قدام العباد وتشري له على خاطر تخاف لا يعملك شوها قدام العباد ويبدا يعيط ويصيح ويتمد في القاعة. إذا كان أنت مستغرة علامت صغيرك اللي هو يعمل اللي يحب وقت اللي يحب راهو بعد مش يفوت الفوت وراهو نهار آخر باش يطلع لك مراهق متمرد وعنيف. دونك مهم على الأخر في فترة الطفولة وقت صغير يتعدى بالمرحلة هذيك متاع العناد يتعلم اللي مش كل شيء نعملوه، اللي ثم حاجات نجمو نعملوه ثم حاجات ممنوعة. وحتى كان أنت كنت ولي لاباس عليك ماديا راهو الغلطة اللي عملوها لي باغون ماشي في بالهم اللي أنا نعطي كل شيء لصغيري. دايوغ ثم أولياء يقول لك هو مش محروم من حد شيء، غلطة زادة كانوا نوفروا له كل شيء، أكبر غلطة وإحنا نعتقدوا نعملوا في الصحيح. أنا نعطي هنا مثال
قد يكون معناها معبر. نتذكر مره ثم ولي جاب لي ولده يقرا في السنه السادسه ابتدائي، قال لي ما فهمتش اش بيه ضايع في قرايته، ما حبش يقرا بالرغم انا موفر له كل شيء. قال لي شوف يمشي يحوس وين يحب، التلفزه في بيته، التليفون وشريته له، ما فهمتش علاش ما يحبش يقرا. دونك بطبيعه صغير اذا كان توفر له كل شيء راهو ما عادش باش يولي عنده رغبه لا للقرايه لا حتى شيء، وباش يتعود الدنيا هذه سهله ويتعود كونك انت كولي قيمتك هي ماديه. زاد بعض الاولياء يعتقدوا كان هما باش يعوضوا حضورهم حضورهم المادي، مثلا ثم امهات او اباء يخدموا، دونك بما انهم يخدموا تقول لك اني الام مثلا نهار كامل ما راش ولدي باش نعوض له الغياب هذاك، فاني نعطيها الفلوس، نعطيها يشري اللي يحب، نشري له كل شيء. زاد هذيك غلطه كبيره برشا، على خاطر الصغير مهم كانوا يتعلم ما يسمى بالفرنسيه لا فرستراسيون. اش معناها لا فرستراسيون؟ كانوا مثلا مشينا نقضيو، اوكي عندي فلوس اما الحاجه هذيك مش تو نشريها لك، تحب لعبه اوكي في العيد نشريها لك، تحب حاجه نقول لك ليه مثلا لعبه، قلت لي انت عندك العاب هذه مش وقتها. دونك لازم الصغير كل شيء نعطيه له بضوابط. دونك باش نلخص، الدليل هي من اكبر الحاجات اللي تنجم تخلينا مراهق متمرد وعنده برشا مشاكل، هذه الحاجه الاولى. اما الحاجه الثانيه زادة هي العنف، خاطر بعض الاولياء يعتمدوا العنف مع الصغيرات، ولهنا ثم ناس بربي يقولوا يعدش بيها الضرب تاني هاونا الكلنا معناها انا تضربت وكلنا تضربنا وطلعنا رجال ما شاء الله، يعني يظهر لي اللي ماناش ناقصين حتى ترفعوا قد نفسي حتى ترفع اكيليبري على الاخر ما شاء الله من الضرب اللي كلينا بيها. شو نقول لك اكبر نتيجة سلبية لكونه نضربوا الصغار، أكبر نتيجة سلبية للضرب هو كونه نشرعوا للعنف ديجا، وكونه إحنا عنيفين مع صغارنا ونحبوا صغيرنا ما يكونش عنيف. راهو حط في بالك العنف يولد العنف، راهو هذا من أسباب العنف عند الطفل اللي هو يحل عينيه على الدنيا يلقى بوه يصيح على أمه، يلقى في بعض الأوقات تعرفوا نسبة العنف الزوجي معناها البو يضرب في أمه، يحل عينيه يلقى روحه في مجتمع عنيف، وهذا تم إثباته اللي راهو المحيط إذا كان فيه برشا عنف يأثر على صغير. الغلطة الأخرى المهمة على الأخر زادة اللي تفسر لنا تربية الطفل، دونك هنا نتيجة مش نلقاها في المراهقة واللي الناس الكل تتشافع منها بالطبيعة إلا هي التليفون. برشا اولياء يقول لك للاسف يجيو مخر يقول لك كيفاش نعمل باش نحي له تليفون، وهنا سؤال يطرح نفسه هو اصلا شكون عطاه له التليفون. اكبر غلطه نعطيوها نعملوها مع الصغير هي نعطيوه تليفون به. المفروض علميا قبل 3 سنين الصغير ما لازمش يتفرج اصلا على الشاشه، ثم اولياء يقول لك شويه ربع ساعه، شفتوا ربع ساعه تلزوا التليفون هذيك شدوا عندكم، قد تتسبب في كون الصغير يكون عنده علامات تاع توحد، قد تتسبب في كون الصغير نهار اخر يكون عنده مشكله كبيره في التركيز وفرط حركه، ويظهر لي المربين الكل قاعدين يلاحظوا مشكله العصر. اي مشكله العصر، ثم معلمين يقول لك يا حسر على تلاميذ تقبل توا الصغار الكل مش مركزه، علاش؟ على خاطر التليفون. حاجه اخرى زاده ثم اولياء لا يزي يعطيوا لصغيرهم تليفون، لا يزي مش عارفين فاش قاعد يتفرج، بطبيعه نجم يتفرج على صور متحركه عنيفه، ابسط شيء اللي الاولياء يعتبروها حاجه طبيعيه. لا، ثم صغيرات اذا كان يتفرج على صور متحركه عنيفه باش تنتظر نهار اخر بطبيعه باش يكون عنيف مع اصدقاء وكل. نفتح قوس يعني ثم حاجه صارت مده التالي اللي ثم تلميذ معناها الطاول على الاستاذ نتاعو وكان عنيف مع الاستاذ نتاعو، اتضحك من صغير ذاك مدمن على بعض لي جو فيديو الالعاب الالكترونيه اللي هي فيها برشا عنف. راهو صغير ينجم يولي ابسغ بي، يولي عايش في العالم هذاك نتاع العنف، وبطبيعه يمتص العنف هذاك صغير راهو كي يشوفونا. بطبيعه مهم على الاخر زاد اللي صغيرنا قلنا ما يعيشش في بيئه فيها عنف، دونك الاولياء ننصحهم اللي هما حتى كان بيناتهم مشاكل لازم يكونوا راس راس مش قدام الصغير. حاجه اخرى راهو احنا ما شجعوش على الطلاق بطبيعه، اما راهو ثم امهات تقول لك والله اني صابره على العنف الزوجي على خاطر اولادي مازالوا صغار نحب نهني على صغاري. يا اخي راهو حط في بالك انت هذيك حاجه مضره لصغارك، يعني ساعات راهو الام والبوك يكونوا مفترقين كل واحد على روحه بالاحترام، خير من اللي يبداو عايشين مع بعضهم تحت سقف واحد والصغير كل نهار يسمع في كلام خايب ويسمع بطبيعه في امه تبكي مظاهر عنف. اي مظاهر عنف. دونك خلاصه القول راهو المراحل الكل هي مهمه ابتداء من الصفر حتى للعامين. الطفوله الاولى مهمه على خاطر كيما يقول المثل ولدك عليه ما تربيه، راهو اذا كان ما عرفتش تربي ولدك في الطفوله
ما قبل المراهقة راك بعد باش توحل معاه في المراهقة اللي هي بتبيع مش تظهر فيها العيوب متاع التربية متاعنا. وبتبيع زيادة تو ثم أولي يقولك والله ولدي ربيت وأحسن تربية، أما راهو ثم حاجة أخرى إلا احنا قلنا بكري اللي المراهق يلوج على الاقتداء، راهو رد بالك من خلطة صغارك، خاطر ساعات أنت تربي أما تليفوني فاسد التربية، أنت تربي والمواقع الاجتماعية والشارع، راهو ثم جوانب أخرى بالحق معقدة. ذاك علاش باش نحكيو على العنف لازم ندورو بالمشكل من الجوانب الكل، ما نجموش نحلوها من جهة أحادية. واضح، يعطيك الصحة دكتورة، وهذاك علاش أنت اليوم باش تعطينا برشا نصائح باش تورينا كيفاش لازمنا نتصرفوا مع صغيراتنا ومع المراهقين نتاعنا. احنا باش نخرجوا استراحة موسيقية ونرجعوا نعاود نذكركم موضوع الحصة نتاعنا العنف عند الطفل والمراهق، وتحضر معنا الدكتورة منال دردور طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين. طبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. صباح الخير للسادة المستمعين اللي التحقتوا بينا توا، نذكركم انتم ما تسمعوا فينا على 93 إذاعة القيروان للصحة في برنامجكم مع الطبيب المختص. موضوع الحصة بتاعنا اليوم العنف اللفظي والمادي عند الأطفال والمراهقين، وتحضر معنا الدكتورة منال دردور طبيبة نفسية مختصة للأطفال والمراهقين. كنا طرحنا في الجزء الأول للحصة تكوين الشخصية عند الطفل والمراهق، مظاهر العنف وقتاش نروها أكثر، الفترات اللي يمر بها المراهق واللي تنجم تكون يمر بها الطفل في التكوين شخصيته، ووقتاش تظهر مظاهر العنف أكثر. عنا برشا مستمعين يحبوا يدخلوا معنا، نذكركم برقم الهاتف متاعنا 70 035 120، وظهر لي عنا مدام ربح على التليفون نسمعوها. وعليكم السلام، مرحبا بك مدام ربح. شكرا مدام، فرحانة بكم وفرحانة بدكتورتنا زادة مدام منال دردور وأختنا وصديقتنا دكتورة عفيف. عايشك مدام ربح، تسمع فيك الدكتورة، شنو تحب تقول لها؟ عسلامة مدام منال. عسلامة، مرحبا بك مدام ربح. الله يفضلك. والله باش نحاول نتدخل معاك أنا كولية وكإطار زادة يجونا الصغيرات نتاع على العنف، أنك أولية بالنسبة للصغار وللمراهقين. العنف ظاهرة منتشرة برشا في جميع الأوساط، في الوسط المدرسي، في الوسط الصحي، في جميع الأوساط. العنف الأغلبية يقولوا الوالي الكون الصغير اللي يتعنف هو يولي عنيف، ما نعرفش. أنا فما فكرة أخرى، العنف منتشر في جميع الميادين، في الشارع، في الوسط المدرسي، في وسائل السمعية والبصرية. أنا نرى فما وسائل للصغير، الانترنت عندها سبب زاد آخر باش الصغير يدخل في دوامة العنف، والمراهق اللي صعيب باش يكونترولي ردة الفعل متاعو هي واضح. مدام ربح، نفس اللي الملاحظات اللي قالتها لنا دكتورة منال، انه الطفل والمراهق يعيش في انتوراج متكون من العائلة ومن كيف وسائل التواصل الاجتماعي اللي توا ولات موجودة برشا. دونك مدام ربح، شنو عندك سؤال تحب تقدمه للدكتورة؟ والله ماذا بينا شوية تعمل شوية توضيح لكيفية التعامل مع الظاهرة هذه متاع العنف. مظاهرة توعوية للأولياء وللمراهقين. واضح. واضح مدام ربح، تسمع الإجابة بإذن الله دكتورة. سلامة بيه دكتورة.
لا قالته مدام ربح بالطبيعه هو في الصميم راهو الصغير منين يدور يلقى العنف من كل بلاصه، معناها ثم صغيرات الله غالب في العائله ثم عنف، يتفرج على وسائل الاعلام يعني هك ترى توما حتى كي تحل التلفزه تلقى برشا عنف يعني لفظي ما بين تعرف معناها عنف لفظي وانتم تعرفوا بالطبيعه ثم احداث وصلت حتى معناها للعنف المادي في التلفزه سواء في البرنامج التلفزيه ولا حتى في المسلسلات راهو الحقيقه بصفة عامة صغير راهو يقتدي، احنا قلنا بالاخص في المراهقة، إذا كان الصغير يتفرج مثلا على مسلسل، البطل نتاع المسلسل هذاك عنيف راهو ينجم يقتدي به، هذاك علاش ردوا بينا صغيراتنا فاش قاعدين يتفرجوا. مهم على الأخر إذا كان نحبوا نلقاو حل زاد للظاهرة هذيا اللي هو أن نشوفوا صغارنا فاش قاعدين يعملوا في أوقات الفراغ نتاعهم. راهو أوقات الفراغ هي تخلي صغير ساعات ينغمس في التليفون ولا ينغمس مثلا كونه يلعب مع كما نقولوا احنا خلطه خايبه يلعب مع اصحاب اللي يعلموه سلوكيات ماهيش باهيه، هذاك علاش مهم على الاخر اللي صغيرنا من الطفوله كما قلنا بكريكا اللي الطفوله هي المرحله اللي تنجم تمنع بها صغيرك، لازم نخليوه يدخل في انشطه سواء ثقافيه ولا رياضيه نوادي اطفال، ولهنا بالطبيعه ما نساوش اللي صغير باش يكون بعيد على العنف، لازم البيئه الاولى اللي هي العائله تكون سليمه، اما زاد البيئه الثانيه هي المدرسه تكون سليمه، وما نساوش اللي هي هو يقرا في مدرسه تابع وزاره التربيه والتعليم، يعني قبل ما تكون وزاره التعليم هي وزاره التربيه، وما نساوش الدور هذايا للمربين وللمدرسه في التربيه نتاع الاطفال. دكتوره اذا حسب ما فهمنا انه نقربوا برشا من صغارنا، نعطيهم الحنين وقت اللي في وقت اللي مستحق للحنين، نراعيه التغيرات النفسيه والبدنيه ولكن بحدود، نعرف وقتاش نحطوا الحدود نتاعنا، نراقبوا صغيراتنا، المراقبه مهمه برشا، ولكن كيفاش نتعاملوا اذا كان في لاحظنا عنف عند صغير، الولي او المربي كيفاش يتعامل مع العنف هذا؟ قبل كل شيء أسباب العنف هي مرتبطة بحاجتين، مرتبطة بالطفل في حد ذاته ومرتبطة زادة بالمحيط. مهم باش نفهموا أسبابها على خاطر باش نعرفوا كيفاش نلقاو حل، لازم نعرفوا منين جاي هو العنف. أول حاجة قد تكون مرتبطة بالطفل، أش معناها؟ ثم بعض الصغيرات من عند ربي بيولوجيا هو عرضة أكثر للعنف كما قلنا بكري الذكور، أما زادة ثم صغيرات اللي عندهم اضطراب فرط الحركة وقلة التركيز، ثم صغار اللي هما عندهم الاضطراب هذا شنو فيه؟ فيه ثلاثة علامات قد تكون موجودة فيهم علامة أو اثنين أو ثلاثة اللي هما قلة التركيز، فرط الحركة، دونك صغيراتك اللي تراوهم ناشطين برشا في القسم ما يسخنش بلاست ويتحرك بزايد، راهو صغير هذاك نهار اخر نجم يكون طفل اندفاعي، نجم يكون طفل عنيف، علاش؟ على خاطر الاضطراب هذايا يخلي الصغير ما غير ما يشعر يرد الفعل بعنف وما يتحكمش برشا في انفعالاته، هذاك علاش كي نلاحظوا الا صغيرنا عنده الاضطراب هذايا لازم نهزوه لطبيب نفسي للاطفال باش نشخصوا الحكايه هذايا، باش بعد ما نجيوش بعد ما يفوت الفوت وقتها صارت عركه ومشكله وتعدى على مجلس تاديب على خاطر سلوكياته عنيفه، راهو الاضطراب هذايا عنده علاج ونجموا نمنعوا من الحاجات هذايا. دونك العلاج المبكر والتشخيص المبكر. التشخيص المبكر من الطفوله قبل ما ندخلوا بطبيعه في المشاكل الكبيره نتاع المراهقه. واضح. دكتوره عندنا تليفون نسمعوا. مدام مونيا. مرحبا مدام. عسلامة، مرحبا بك مدام مونيا. مدام مونيا مربيه تدخل معنا اليوم وام ايضا، مرحبا بك. دكتوره منال تسمع فيك. عايشك، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على هالفرصة هذية، خاطر بالحق موضوع كبير ياسر وموضوع حق معناتها يلزم نتناولوها اليوم قبل الغدوة. توا عندي 34 سنة نخدم مربية، إن شاء الله ربي وصلنا سالمين للتقاعد، أما قاعدة بالحق كل عام نشوف في نسبة العنف هذية ولا منسوب العنف كل عام يزيد. كل عام نرى اللي معناتها صغار ما همش كيما شفتهم انا وقت اللي عام 88 عام اللي تخرجت نخدم. برشا عنف، برشا حركية، برشا معناتها معناها وفي الحكاية هذي انا ما نجمش اللوم على الصغير، الطفل ما نحسه ما عنده حتى ذنب وما ينجمش يكون متهم بحتى
شيء، لانه الصغير كما نعرفه هو نتاج بيئه ومحيط يعيش فيه وظروف، ما عمره ما كان هو مسؤول على هك الحاجات هذيك اللي تصدر عليه. توا كنت نسمع في المداخله نتاع المدام، معناتها الصغير اللي العنف معناتها موجود عنده هو، معناها بسبب مرض معناها نفسي ولا غيرها. لكن الصغير اللي يشوف زاد العنف قدامه كل يوم، مثلا يعيش العنف، يرى امه معنفه لفظيا ولا ماديا، يرى ما نعرفش اخواته وهو اصلا يكون هو بيزو معنف في اسرته، هذاك شنو باش تستنى منه معناها في اصحابه في المدرسه؟ مش يكون هذاك هو، مش يكون رد الفعل نتاعو عنيف، مش يكون يمارس اللي يتمارس عليه سواء كان عليه هو والا على امه اللي هي امه هي تمثل كل شيء في حياته، تتعنف قدامه سواء معناها سواء لفظيا ولا ماديا، معناها اوتوماتيكمون مش يكون هذيك النتيجه، مش يكون صغير يمارس العنف. ما نحبش نقول صغير عنيف خاطر مسكين الصفه هذه جاته من غير اراده منه هو. يمارس في العنف على اصحابه ويمارس، معناتها انا عندي برشا امثله، معناها لو كان بالحق نحكي لك على كل عام شنو تجربتي مع الصغيرات، بالحق فما حاجات يشيبوا الراس. انا اقول الصغير هذايا مسكين كيفاش يعيش، كيفاش ينجم يعيش ومعناها ويكمل. وكي خاطر في اطار الحلول من بعد ونحكيوا على الحلول، نجي نشد انا الصغير هذاك وناخذه هكا على جنب ونحاول باش نتصادق انا وياه ونتصوحب ونوليو نحكيه، معناها يخرج من عنده حاجات صدقني نقعد بيتا نقول لا منه ما شابش هالصغير هذايا على الشيء اللي راه فيه، معناها يرى امه تاكل في الطايح، يرى الكنان معناها الخايب، يرى معناها انا عندي صغير سنين مثلا، فما نهار غبوه طردوا هو وامه واخوته بيت في الكهرباء، بيت في الكهرباء ومن غدوه جاي يقرا. بربي قل لي شنية النفسيه اللي جاي يقرا بها، وشنية هل معناتها شو مش تلقى منه في الاخر بالكل، شو مش تحصل منه حتى شيء سوى انه مسيكا معناتها بالحق، حتى كان ضرب ولا ما تنجمش تلوم عليه، ما تنجمش. هنا مثلا نعطيك مثال اخر، انا عندي صغير بوهم الاثنين في الحبس على خاطر فما جريمة وقعت، ما نعرفش قدامه ولا مش قدامه، المهم الام قتلت البنت وعلى خاطر بسبب معناتها بنتها شافتها في وضع معناها هي وعمها في وضع معناتها غير اخلاقي، فهمتني؟ معناها الصغيرة ذيك تصور انت لو كان انا مش بالصدفة عرفت اللي هو راهو يعيش في حالة معناها غير عادية بالصدفة زيادة، معناها هذه تو نمشيو لها الحلول زيادة، عندي حضرت برشا حلول من جملتهم هل لونكيت هذه اللي لازمنا نعملوها على كل صغير، معناها يقرا في المدرسه المربي زاد ظهر لي شارج برشا عليه، برشا مربين يقول لك انا كي نكمل برنامجي ما نلقى، يا ربي زادني الوقت لازم الدوله تلقى لنا حلول اكثر باش المربي يلقى الفرصه باش يقوم بدوره كمربي وكمعلم، باش يسمع باش يكون بسيكياتر ساعات، هو الطبيب وهو اللي قريب وهو اللي يسمع التلامذه، انت يعطيك الصحه قربت له تلميذ وسمعت منه والكل، معناها مبادره بسيطه معناها شخصيه، معناها اللي زاد لازمنا البسيكولوج في المدارس وفي في المعاهد. هذه من جمله الحلول اللي انا حطيت توا، معناتها قلت معناها من جمله الحلول نخصص معناها اخصائي نفسي، ما نقولش كل مدرسه ولو انه والله صدقني معناها والله وشويه، لكن الكل دايره معناها تبع الصغيرات، ومش بالضروره الصغار اللي معناها راوهم هكا مرضى معناها نفسانيا ولا عندهم امراض مشاكل معناها، لا حتى الصغيرات العاديين هما في حاجه متابعه، يلزمهم يتابعوا. يا اخي كل صغير وراه حكايه، راهو بالحق كل صغير راهو عنده عالم جاي منه، انت يلزمك تعرف معناتها كما نقولوا الاساسيات نتاعك العالم هذاك باش تعرف كيفاش تتعامل معاه. ف
في الاخر بكل هو ضحيه راهو صغير. راه حتى العنيف اللي يعمل اقصى درجه العنف معناها الا ديما صغير ما دام وصلش لسن الرشد عندي انا هو ضحيه. مهما باش يكون العمل السلوك نتاعو راهو هو ضحيه مجتمع، ضحيه اسره، ضحيه وضع. هذايا الطفل اللي قلت اللي معناتها يتسلط عليه العنف واللي يشوف العنف قدامه. ثم الطفل المضغوط زاده ما ننساوش، الطفل المضغوط تلقاه يعيش في عائله لاباس عليه متوازنه، لا بو يتعدى على الام، لا ثم عنف معناتها لفظي لا مادي لا حتى شيء، ولكن رغم ذلك تلقاه عنيف. تقول يا اخي شبيه هذايا هو يعيش في عائله لاباس عليها معناها متوازنه وكل شيء، شبيه؟ اكل كي تجي تحلل انت تشوف معناها نهارك الصغير هذاك كيفاش يتعدى ما بين المدرسه والقارب والدروسات معناها داخل درس خارج درس، ومعناتها وفما برنامج طويل وعريض هكا قدام المعلم يلزم يكملوا، وفما ولي معناها ملهوف على النموذجي معناها يحب يوصل صغير ومهما كانت التكاليف، وفما معناتها هدف هكا معناها خلى الناس الكل تجري، معلم مضغوط، ولي مضغوط، واوتوماتيكمون الصغير باش تلقاه مضغوط معناها ما فماش باش تلقاه كيف الوقت هذاك معناها فتره الطفوله نتاعو اللي هي يلزم يكون فيها معناها يمارس فيها الطفوله نتاعو احنا حرمناه منها، ما عادش الشحنه هذيك الموجوده عنده اوتوماتيكمون باش تتحول الى عنف ميدي معنوي ما نعرفش اشكال العنف الكل، لانه الكذب هذيك ما يولد الا العنف فكهو معناها ما فماش حاجه اخرى. ساعات معناها ننظر المشاهد هكا تبدا في الساحه معناها صغار رغم يبداو بنات معناها مش ولاد، نقولوا الولاد متسمين على العنف بنات، نقولها يا بنيتي ايش شبيك علاش هكاك تقولي نفدلك معاه؟ يا بنتي هاتيك ربي هذيا تفدليك توا تسمى هذي سميتي هكاك نلعبوا مع بعضنا هكاك هذيا لعب توا تسمى تلقى معناها حتى الانوثه معناها والرقه هذيك ما فماش ما عادش توا ولا كيف 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 كي الاولاد كي البنات ما عادش فما فرق. هذه الكل هذه معناها هذوم هذه قطره من بحر معناها الاسباب نتاع العنف. الحلول توا عند طفل معناتها عنيف ولا معناها سلوكه عنيف شنو الحل؟ انت كمربيه مدام منيا كيفاش تتعامل قدام طفل هكا تلاحظ عليه مظاهر العنف؟ كيفاش يكون التصرف نتاعك؟ نسمع منك انت خبره تبارك الله ومربيه معناها تقوم بالعمل نتاعك بكل حب، لو تعطينا من خبرتك انت كيفاش تتعامل مع النوع هذا من الاطفال؟ والله انت هيك توا في سؤالك هذايا فما الاجابه. معناتها الصغير هذايا كما قلت لك هو عمره ما كان هو المتهم معناها هو ضحيه. ناخذه على جنب نحكي انا وياه نقعدوا معناتها كما نقولوا نولي ما عادش معلمه نولي ام اقرب للام مني وليت كاني نقوم بدور الام وقت اللي هي نورمالمون فما دور اسره معناها نورمالمون يكون موجود اللي تو نحكيو عليه في نطاق الحلول معناها ناخذوا انا على جنب ان نحكي معاه نشوفه وبكل حب انت قلتها تو معناها صدقني الكلمه هذه راهي سحريه معناها وقت اللي انت يحسك اللي انت معناها تحنو عليه وتحبه وتعطف عليه هكا تقربه ليلك راهو صدقني باب الجنه تحلو بالنسبه لي هو لانه فما حاجه محروم منها هو ماهوش مش قاعد يخف فيها. دور الاسره هذيك اللي نحن توا معناها تقريبا غاب دور الاسره معناها يعمل هكا على خاطر يلزم يوفر الحاجيات الماديه معناها يقول لك هاني نجري ونلهط والام وتجري وتلهط ووفروا لها كل شيء ووفروا له كل شيء ونسوي اللي فما حاجه مهمه واساسيه واهم من هذا الكل انا نخليه ناقص ما نعرفش حاجه معناها ماكله وما نخليهش ناقص
كل الاحضان نتاعي هذوكم اللي يلزموا ياخذهم من عندي كل يوم. راهو محتاج اقل حاجه 5 احضان في النهار صغير. انك تمسح عليه، انك تقربوا ليلك، الحضن هذاك معناتها اللي نحن حتى نحن كبار نحتاجوا له، معناها كل ما هي شحنه سالبه تتعدى، معناها تخرج ذاك الحضن هذاك ويتنفس يفرهد الصغير. انا قلت لك في نطاق الحلول اني نلعب دور الام، يعني نولي نلزو ليلي هكا ونحملو هكا ونبوسو ونبدا نسيس فيه ونبدا معناتها يحس اللي فما ام قاعده تخاف عليه وتقعده تسمع فيه ومعناها وتتجاوب معاه، خاطر راهو صغير راهو ذكي برشا، راه يحس برشا. اش قولك دكتوره؟ اني يعطيك الصحه مدام منيا، اما حسيت بالحق ما خلاتليش ما نحكي. ما شاء الله مدام منيا ظاهره معناها الخبره نتاعك، اما ان شاء الله ان شاء الله المربين الكل راهو يا مدام صدقني معناتها هذه كيما نقولوا خلاصه التجربه نتاع قداش من عام وقداش من صغير وقداش من حياه، معناها ان شاء الله مربينا الكل. ومدام منيا ظهر لي مهم برشا انه المربي يوصل المساج للولي، والا علاش ليه يقوم هو بدور الطبيب النفساني، تنادي للولي وتفهمه كيفاش لازم يتعامل مع صغيره. الدور المربي قبل المعلم، المربي والمعلم والولي يلزم يكون اكثر معناتها موجود اكثر كونتاكت، ويلزم معناتها نحكيو فيه. وانا هل الصغيره ذي في بالك اللي عرفت بالصدفه اللي معناتها ابوه وامه في الحبس كيفاش؟ ماني ناخذ في نوامر التليفونات، خاطر انا معمل على روحي، ما عنديش شكون اللي مش يعاوني في الحكايه هذيا، معمل على روحي. اعطيني نمرو بوك، اعطيني نمرو امك، خاطر ديما نحب نبدا نعرف اكثر ما يمكن على الصغيره هذيك. كيف هو رفض معناها قال لي ما عنديش، قلت له كيفاش ما عندكش يا بو نمرو امك ولا بوك؟ قال لي ما عنديش، ما 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 نسيتو ميساج هاي جيبو لي غدو. قعدت هكاكا حتى لين بشوي بشوي عرفت معناها اللي صغير ما محروم من بوه وامه الحكايه هذي. معناها حتى هذي حتى الحاجات البسيطه اللي معناها نورمالمون نلقاوها متوفره في المدرسه، ممكن في المدرسه الخاصه نتصور انا ثم هكا مبادرات معناها، لكن في المدرسه العموميه صدقني معناتها اذا كان ما تعملش على روحك وتبدا انت حريص باش تعرف، راه حتى حد ما ينجم يوفر لك حتى معلومه. يعطيك الصحة مدام منيا، ظهر لي كو سوسوا مدرسة خاصة ولا عمومية لازمنا نعطيو شوية وقت للتربية، نعطيو قبل التعليم، نعطيو شوية وقت للجانب النفسي. صحيح الجانب النفسي، خاطر الصغير كي تعطيه تقرب منه وتعطيه حب وحنان وتفهم، نتصور يعطيك النتيجة اللي أنت طالبها. احنا الضغط نتاعنا على النتائج هذيك هي هذيك هو الحل، هذيك هو الدواء، أنك تقرب له وتسمعه في الاخر بالكل معناتها تربح انت، معناها يربح المعلم، يربح راحته، خاطر بطبيعه يضمن انه الدرس يتواصل والحصه تمشي كاحسن ما يكون. والصغير هذاك زاد مسكين معناتها زاد في حاجه مسكين، ما راهو متعطش راهو للحنان، راهو متعطش. عندي وضعيه اخرى، بنيه زاد عندها فرط سلو معناتها حركي، معناتها ياسر تحرك. ولينا نلاحظوهم برشا عند صغيراتنا موجوده وليت بالحق ظاهره، معناتها لين وليت تتشكل القلق معناها بالنسبه لي انا وبالنسبه لاصحابها وكل شيء. جيت حكينا معناها هكا شديت على جناب، ايش عجبني؟ قول لي شبيك؟ علاش ترضى روحك معناها هكا تكون سبب؟ راهي تعمل تقري ماس، تعمل مثلا هكيكا كلام ترميه من غير ما تحسب له حساب هكيكا، معناها فهمت؟ ما عنديش ضوابط، معناها ما عنديش فرانات. ايش عجبني؟ شبيك هكا عليه تعمل هكا؟ ترضى انت روحك، صحابك هكا يقعدوا يضحكوا عليك ولا يتضجروا منك ولا يتقلقوا ولا جرح. اي شنو هو شنو الحل؟ لا قل لي انت تو شنو هو الحل واحنا باش نمشيو فيه. قالت لي ستي نوعدك توعدني اي، قالت لي على شرط نقعد في الطاوله الاولى. قلت لها لكي ذلك اقعد في البلاصه اللي تحب عليها، المهم نحبك قدامي وتسمعني وتتبعني كل شيء. صدقني يا دكتورة الطفلة ذيكا تحولت 180 درجة وربي 180 انا بيدي بهتفاها. قلت شو كيفاش؟ كانت
من اكبر المشاغبات معناها في القسم، وليت من اكثر المتابعات معناها للحصه، وبكل هكا حماس ورغبه وشيخه على حصتها، وتجي تقرا وتروح وتحسنت حتى في، وصدقني بلا مبالغه معناها بالحق على خاطر ما تحبش المبالغات. يعطيك الصحه. معناها نغزر للمستوى نتاعها، سبحان الله ملي كانت ما تكتب حد شيء وليت تشارك وليت معناها مفاعله في القسم. يعطيك صحة مدام منيا، ما أحوجنا للكلمة الطيبة وما أحوجنا للمربي اللي يقوم بدور الولي في المعاهد وفي المدارس متاعنا. احنا كبار ومحتاجين، ظهر لي الكلمة الطيبة تخليك تقدم برشا، فما بالك بنفسية الصغير. انتم تسمعوا فينا على الحياة فهم إذاعة القيروان للصحة في برنامجكم مع الطبيب المختص، موضوع الحصة متاعنا العنف اللفظي والمادي عند الأطفال والمراهقين، وتحضر معنا الدكتورة منال دردور طبيب مختصة في الأمراض النفسية عند الأطفال والمراهقين. نخرج استراحة موسيقية وهنا راجعين مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. عسلامة ومرحبا بكم السادة المستمعين، انتم ما تسمعوا فينا على الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. نذكركم موضوع حصتنا اليوم هو العنف اللفظي والمادي عند الأطفال والمراهقين، وتحضر معنا الدكتورة مانيل دردور طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين. دكتورة، كنا نسمع في المربية مدام منيا، شنو تعليقك على قالت الكل؟ ما شاء الله، بالحق إذا كان جاءوا المربين الكل كما مدام منيا راو أكيد ما عنيش منها جملة ظاهرة العنف المدرسي. خاطر بالحق هي أثارت نقاط مهمة مدام منيا. الحاجة الأولى، ما نعطيوش أحكام مسبقة وما للمراهقين أو للأطفال اللي عندهم العنف، ما نحطوهمش قفص الاتهام. أول حاجة لازم نتفهمهم ونفهموا علاش هما عندهم العنف. الحاجة الأخرى، راهو ثم نقص في التواصل ما بين العائلة والمنظومة التربوية. بالحق الراو اللي ما ثماش تواصل، دونك إذا كان كيما مدام منيا المربين الكل يحاولوا يفهموا الأسباب ويتصلوا بالعائلة ويحكيوا مع بعضهم، راهو هذاك نجم يعاون الصغير على الأخر. نقطة أخرى مهمة على الأخر أثارتها، اللي هي شنية الضغوطات اللي يتعرض لها الصغير. راهو الصغير إذا كان يتعرض للضغط راهو باش يرجع باش بالعنف بالطبيعة. مناش الضغوطات هذه؟ الحاجة الأولى هو تحرم من اللعب. هو في الطفولة متاعو اللي المفروض تخلق باش يلعب، يلقى روحه يمشي للمدرسة من 8 متاع الصباح الله أعلم وقتاش، راهو حتى في المدارس الخاصة تعرف ثم صغار يقرأ في مدرسة خاصة من 8 متاع الصباح معناها حتى للخمسة متاع العشية. إذا كان أم وبوه يخدموا ساعات يروحوا بيه ستة متاع العشية، هزز كرتاب لا أرزن منه، بعديك يروح يلقى إتود، يلقى بعديك أمه ولا شكون تقريه في الدار يعطيوه معناها كدس عمل منزلي. وقتاش باش يلعب الصغير؟ وثم بعض المدارس سامحني الصغير حتى في العطلة باش يرتاح فيها يعطيوه معناها برشا أعمال منزلية. الصغير هذاك راهو هو قنبلة موقوتة، راهو حتى إذا كان يبدا متميز، راهو شوفوا برشا أطفال يبداو متميزين في قرايتهم ما عندهمش مشاكل، أما بعد تحت الضغط هذاك كي يوصل بعد للكوليج كي يوصل المدرسة الإعدادية وقتها يظهر العنف وتظهر المشاكل. ثم حاجة أخرى مهمة على الآخر زادة، اللي وينو التكوين المهني؟ راهو ثم صغيرات عندهم صعوبات في التعلم، هذا لازم نعترفوا به، لازم الولي يفهموا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، المربي لازم يتفهم، على خاطر للأسف نلقاو التلميذ اللي هو عنده صعوبات في التعلم مثلا يوصل المرحلة الإعدادية مستواه ضعيف، هذه مش غلطه راهو، الحاجة مش ديما غلطه باش نقولوا. يعني الحاجة الأولى ينجم هو يكون عنده صعوبات في التعلم، ينجم يكون عنده قصور فكري. حطوا في بالكم راهو ثم صغيرات اللي هما دامجين أو الصغار اللي هما يتمتعوا بما يسمى بالإجراءات الخاصة للصغار اللي عندهم صعوبات في التعلم، والصغار اللي ما دخلوش لا في المنظومة الأولى لا ثانية وعندهم صعوبات راهو ينجم يكونوا هما من عند ربي عندهم صعوبة. الحاجة الثانية زادة، نلقاو اللي الولي عامل عليه ضغط كبير، يحبوا ينجح بالسيف، يحبوا يطلعوا طبيب ولا مهندس بالسيف، بينما هو قدراته ما تسمحلوش. وعلاش الولي؟ الولي زادة نتفهموا يقول لك اني اما خير ولا يذيع لي في الشارع، على خاطر شنو ثم الصغير عمره 14 عام باش يخرج من الكلية؟ ما ثم شيء. منظومة التكوين المهني انهارت،
وينهم النوادي الأطفال؟ وينهم النوادي المدرسية؟ يا حسرة احنا قبل كي قريت كان عنا نادي المسرح، نادي الموسيقى، نادي الرسم، ما صغير كما تحطلوش الطاقة نتاعو في الحاجات هذيك الإيجابية راهو باش يحطها في الطاقة السلبية في العنف. الحاجة الأخرى راهو إذا كان تحبوا تكسبوا التلميذ وتمتصوا العنف نتاعو راهو لازم يحب المربي. الصغير كان حب المربي راهو يحب المادة ويكون سلوكه ما شاء الله. إذا كان ما حبش المربي راهو مشكلة. المنظومة التربوية في حد ذاتها زاد مشكلة، على خاطر حتى في المدارس الإعدادية نلقاو ثم ضغط كبير. الطريقة في حد ذاتها طريقة التلقين راهو هذيك ما تتمشاش مع المراهق، خاطر المراهق هو فيزيولوجيا يحب يكتشف، يحب يبربش، يحب يمس، يحب يشوف. أما احنا نطلبوا منه اقعد أربع سوايع ما تتحركش ما تتلفتش، وأنا نقل لك المعلومة راهو هذا ما يمشيش مع طبيعة المراهق. دونك هذه الكل حاجات لازم نتفهمها باش هكاكا نمتصوا الظاهرة هذه. كما صلحناش المنظومة التربوية كنا ما فهمناش المربين راهو دورك مش التعليم أكها ودورك زادة التربية. كان ما فهمناش تواصل مع العائلة راهو بتبيع ما نجموش نحلوا الظاهرة هذه. واضح. يعطيك الصحة دكتورة منال. انتم ما تسمعوا فينا على الحياة فيم وموضوع حصتنا العنف اللفظي والمادي عند المراهقين والأطفال. برشا تليفونات، برشا يحبوا يدخلوا معنا. احنا نقول لكم براتيك ما وصلنا لنهاية الحصة متاعنا، ولكن عنا ان شاء الله حصة أخرى الأسبوع القادم مع الدكتورة منال دردور طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين. مراهقين ننتظروا تفاعلاتكم وننتظروا أسئلتكم. مازلنا مواصلين معاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ننتظر أسئلتكم وتدخلاتكم. كنت معاكم من وراء الميكرو دكتورة عفيف الجزيني، في الإخراج التقني للحصة أحمد المخلوفي، وفي الديجيتال محمد قدح. إلى اللقاء وباي باي. مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعياً، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM.